السلام عليكم. السلوك البشري لغز حير العلماء لفترة طويلة قوي، وكان في نقاشات كتير قوي حوالين دور الاحتمال في شرح كيفية عمل عقولنا. طيب ايه هو الاحتمال؟ الاحتمال هو اطار رياضي اتصمم علشان يقول لنا مدى احتمالية وقوع حدث معين. لو فكرت شوية هتلاقوا ان هو شغال معاكو كويس جدا في اكتر من موقف كل يوم. وعشان تستوعبوا الموضوع هاتوا جنيه او نص جنيه ولعبوا ملك وكتابة. مع ذلك اظهرت الابحاث ان السلوك البشري مش ممكن السيطرة عليه بالكامل من خلال قوانين الاحتمال التقليدية او الكلاسيكية، وعشان كده الخبراء راحوا للطريقة اللي بتعمل بيها الاحتمالية في عالم ميكانيكا الكم. لازم تعرفوا ان الاحتمالية الرياضية تعتبر عنصر حيوي في ميكانيكا الكم. الكوانتم هو فرع من فروع الفيزياء بيوصف تصرفات الطبيعة على مستوى الذرات او الجسيمات دون الذرية، بس في الكوانتم الاحتمالات بتتبع قواعد مختلفة تماما. العالم الكبير دانيال كانيمان الحائز على جائزة نوبل حاول يوصف اللاعقلانية في السلوك البشري لما الانماط السلوكية ما بتتبعش قواعد نظرية الاحتمال الكلاسيكية من منظور رياضي فبتبقى لاعقلانية. هديلكم مثال صغير. كلنا بعد ما بنخلص امتحانات بتلاقي الطلبة الناجحين عاوزين يطلعوا اجازة، وفي نفس الوقت اللي فشلوا عاوزين برضو يطلعوا اجازة. في الاحتمال الكلاسيكي قبل ما نعرف النتيجة كلنا هنبقى عاوزين نروح مصيف، فهنلاقي ان هو ما بيصورش السلوك البشري بدقة، وده اللي خلاه غير عقلاني بالنسبة للخبراء. لكن الكوانتم بتعتمد القرارات فيها على سلسلة من الاسئلة بتعتمد بشكل حاسم على الترتيب قبل ما يتم طرحها. هناخد مثال صغير، قياس دوران الالكترون في اتجاهين مختلفين. لو قست الدوران افقيا بعد كده رأسيا هتحصل على نتيجة واحدة، لان النتائج بتختلف لما تعكس الترتيب، وده معروف في الكوانتم ان بمجرد قياس احدى خصائص النظام الكمي هيأثر على الحاجة اللي تم قياسها اللي هي دوران الالكترون، وبالتالي هيأثر على كل نتائج التجارب اللي بعد كده. نرجع لموضوعنا مرة تانية. السلوك البشري مش متسق لانه غالبا بينتهك قواعد نظرية الاحتمالات الكلاسيكية، لكن من جهة اخرى هتلاقوه متناسب جدا مع الاحتمالات في الكوانتم، وده اللي دفع عالم الادراك جيروم باسمير محاولة تفسير السلوك البشري بطريقة اكثر اتساقا مع الكوانتم. ومن هنا ظهر مجال جديد اسمه الادراك الكمي ضمن مجال العلوم المعرفية. والحمد لله مؤخرا ظهرت اولى البيانات التجريبية اللي بتقول ان افكارنا بتتبع القواعد الكمومية، وهننتقل لديناميكا السلوك المعرفي اللي بنستوعب بها المعلومات الصاخبة من بره. لقى العلماء ان التقنيات الرياضية اللي طوروها لنمذجة العالم الكمي ممكن تتطبق على نمذجة كيفية معالجة دماغنا للبيانات المزعجة. هنتكلم المرة دي خارج نطاق الدماغ البشري. النباتات الخضراء بتتمتع بقدرة ملحوظة على استخلاص وتحليل المعلومات الكيميائية والمعلومات اللي بتجمعها من البيئة بتاعتها للتكيف مع التغيرات. في تجربة عملت قريب على الفاصوليا لقوا ان هي تقدر تعالج المعلومات الخارجية بكفاءة اكبر من افضل جهاز كمبيوتر موجود حاليا، وعشان كده المزارعين ما عندهمش قلق بشأن البيئة اللي هيزرعوا فيها الفاصوليا. فهل القواعد دي ممكن تنطبق على الدماغ البشرية، خصوصا كيفية تغير الحالة الذهنية بتاعتنا لما نكتشف اي اشارات خارجية؟ لازم تعرفوا ان الموضوع ده مهم جدا لان هيترتب عليه الدقة في الالات. يعني هل الذكاء الاصطناعي لازم يتبع قواعد الكوانتم مش الكلاسيك؟ لكن مع الاسف بعض العلماء شاكين في العمليات الكموميه وخصوصا التشابك بانه ممكن يساعدنا في تفسير القوه الهائله للدماغ البشريه، لان لو العمليات الكموميه بتعمل في دماغنا فصعب جدا نعرف كيفيه عملها. يعني لو الدماغ بتستخدم الحساب الكمي فالمشغلين الكميين هيختلفوا تماما عن المشغلين المعروفين في الانظمه الذريه. هديلكم مثال صغير. لو ربطنا نشاط الدماغ مع نبضات القلب انهم على اتصال دائم، هنلاقي ان نبضات القلب بتتوافق مع ارتفاع اشارة الرنين المغناطيسي. فهل ممكن الاشارة دي تكون نتيجة للتشابك؟ وبناء عليه فالاشارة اللي بتشير للتشابك كانت موجودة اثناء الوعي الواعي. طبعا كلنا صعب جدا نفهم الوعي بتاعنا. ايه ده؟ هل ده ليه علاقة بالموضوع؟ خلينا افكركم ان الضوء اللي بيخضع للكوانتم هو جسيم وموجة في نفس الوقت، وصعب نصوره لكن سهل نسبته. يعني الضوء بيستجيب للسؤال بتاعنا بطرق مختلفة. عشان نفهم الموضوع كويس لازم نرجع لفرضية فرانسيس كريك اللي بتقول انت وافراحك واحزانك وذكرياتك وطموحاتك واحساسك بالهوية والارادة الحرة هي في الواقع مش اكتر من سلوك شخص معين، لانك عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية. وركز هنا على منطقة في الدماغ اسمها العائق بترتبط
ارتباط وثيق بالوعي. الخبراء بيعتبروا المنطقة دي مقر الوعي، وبيقولوا ان الوعي لازم يكون ليه مكان محدد بصرف النظر عن الالتزام العاطفي بالمادية. وعشان كده طوروا نظرية جديدة مبنية على البيانات بتقول ان منطقة العائق بتتصرف زي جهاز توجيه انترنت عالي السرعة، بياخد الاوامر التنفيذية من المناطق الرئيسية في قشرة الدماغ اللي بتشكل افكار معقدة وتولد شبكات في القشرة. فالعائق بينظم الشبكات دي علشان تشتغل مع بعض. البحث ده مهم جدا لانه بيظهر ان العالم كريك كان مخطئ، لان الشبكات غير المنظمة بتظهر في العديد من الامراض زي الزهايمر والشيزوفرينيا، لان لو العائق بيعمل مشاكل من خلال عمله كجهاز توجيه فالنتائج ممكن تقول لنا على علاج امراض زي الزهايمر مثلا والشيزوفرينيا. هستنى رايكم تحت في التعليقات. لحد ناقص حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.